أهلا بكم في هذا الموضوع. حر قادر انه هو يوظف هذه الطاقات والقدرات في خدمة نفسه، خدمة المجتمع ضمن إطار ديني ربنا وضع لنا هو. نعم، فالنقطة الأساسية انه اول حاجة المربي لازم يعرف الحاجات الأساسية اللي هو يحتاجها ويكون خالي نفسيا من اي مؤثرات تأثر عليه بعد كده. نيجي للنقطة الأخرى اللي هي المتربي أو الناشئ، إيش هي حاجاته الأساسية؟ الحاجات الأساسية زي ما وصفها إبراهام ماسلو هي حاجات فسيولوجية، حاجات الانتماء والأمان، حاجات اجتماعية، حاجات نعم. التقدير والاحترام، ثم تحقيق الذات. نعم، اسمحي لي الآن أستاذة نجلة أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ محمد البدري، وهو كاتب وناشط اجتماعي انضم معنا من جازان. مرحبا بك أستاذ محمد. ياك الله، الله يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ محمد. أنا ما أدري إذا سمعت الشق الأول من حوارنا، لكن كنا نتحدث عن ظاهرة تقليد الشباب للفتيات. نعم. يعني وبروزهم بصورة معينة، قضية لبس مثلا إكسسوارات معينة في الأقدام تشبها بالنساء. الأستاذة نعم. الهنوف وأيضا الأستاذة نجلة تحدثوا عن دور التنشئة الأسرية والاجتماعية في هذا السلوك، ما رأيك أنت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كأحد الإعلاميين وأحب أولا أن أبين
أن هذا ذنب من الذنوب الكبيرة. لعن الرسول عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي حديث للإمام البخاري ما معناه بالمخنثين، وأعده كبار العلماء ذنبا من الذنوب الكبيرة. هذه مسألة. الإعلام، الكل يركز على الإعلام بأن الإعلام مقصر. الإعلام إذا كان هناك تقصير فهذا التقصير يعود إلى خشية الإعلام من الدخول في هذا المسلك الحيائي، يعني فيه نوع من الحياء والخشية أن يدخل في مسألة كهذه. وأنا لا أرى إن في هذا حياء طالما والمسألة أصبحت في منطقة الاستفحال. علينا أن نعترف بمثل هذه السلوكيات الموجودة بيننا مع الأسف الشديد. الإعلام أيضا إذا كان له تقصير تمام، فهناك دورة تربية أيضا لها تقصير. وإذا نعم، لكن أستاذ محمد أنت تقول أن الإعلام يعني أحيانا لا يتناول القضايا من مبدأ مثلا الحياة. يعني خلينا نتكلم عن الظاهرة، ظاهرة اليوم يعني إحنا أبرزناها، وسائل التواصل الاجتماعي صارت تصور الأشخاص اللي يعني ينتهجون هذا السلوك وتبدأ في تداولها. يعني الإعلام تخطى قضية نوعا ما الحياة. معلش يا أختي، أنا صحيح، لكن احنا في كثير من القضايا يعني ما ندخل اليها الا بعدما تكون قد خلاص طقت على السطح مع الاسف الشديد. وانا احب ان اركز بان لا هناك دور للتوعيه ولا لا هناك دور للتربيه ما لم تكن او تسن هناك عقوبات رادعه لمثل هؤلاء. نعم، طيب اسمح لي ان انتقل بالسؤال الان للاستاذه هانوف. يعني احيانا خلينا نخفف شوي من قضيه التربيه والتنشئه الاسريه، لان صحيح. حتى احيانا مشاكل الارهاب نعلقها على الاسره، وهي يعني احنا نظلمها في تغيرات حدثت في الاسره وادوارها حتى قضيه التاثير. لكن نطرق جانب التقليد، ما تشوفين ممكن هم يقلدون بعض؟ والله بدايتك كانت جدا رائعه. انا قبل شوي وانا اسمع الاساتذه وكلنا يمكن دققنا على نفس المحور اللي هو التنشئه، وهذا ما يعني نخفي دوره، هذا دوره كبير واضح. وأنا سبق وقلت لك في بداية إجابتي أنه في جانب عام اللي هو المجتمعي وفي جانب فردي. الجانب الفردي علشان إذا كان في شباب يسمعونا أو مراهقين يسمعونا يعرفون في بعض الظواهر طلعت يا دكتورة طرفة، خاصة في موضوع الحلق أو الأمور اللي تعلق فيه لها معاني مختلفة وسيئة، طبقوها البنات وراحوا وراها وما هم على دراية في معناها. الآن بس للشباب أو المراهقين اللي يشوفون المعاني الفردية، وأنا أترك يمكن التفصيل أكثر لأختي نجلة يمكن لأنها في التخصص نفسها في المجال. المعنى الفردي لهذا السلوك يا أخوي الشاب وابني المراهق له ثلاث تداعيات، إما يسمونه اللي هو اختلال الهوية الجنسية فيتشبه بهذه التصرفات، أو يسمونه انحراف جنسي، أو يسمونه يعني طلب المثلية أو شيء زي كذا. نعم. فهذه معاني جدا سيئة وخطيرة أنك أنت تتشبه فيها. التقليد، أنت الكلام اللي قلتيه واضح وصحيح ودقيق اللي حاصل. كثير أمور اتبعوها وقلدوا، هذه لها يعني سبق يعني في حديث، وأنا ما بيدخل في المجال الديني لأنه مو تخصصي. ففي الجانب التقليد قلدوا في جميع الأمور، لكن في بعض الأمور غير مقبولة لا دينيا ولا مجتمعيا ولا على مستواك الفردي أنك توصم نفسك بهالوصمة أمام الناس. نعم. في هذا الجانب يعني أشرت إلى نقطة مهمة أستاذة نجلة، إحنا نبغى نفسر متى تكون الحالة نفسية مرضية ومتى تكون مثلا ناشئة عن طريق تقليد أصدقاء، تقليد ظاهرة معينة شهدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نبغى نعرف الفرق بينهم. طيب بداية هي تبدأ في الأطفال، خلينا نبدأ من مرحلة الطفولة. نتفق اتفاق أنه كل الظاهرات اللي بتظهر على الشباب والمراهقين ترى هي ما هي إلا نتيجة لحصاد لمرحلة الطفولة. كل المشاكل بتظهر عندنا في مرحلة المراهقة لازم يكون لها جذور من الطفولة. ليش إحنا بنركز على الطفولة ونرجع ونقول مرة تانية يعني للمرة المليون دور الأسرة جدا مهم في الملاحظة وفي التربية وفي توزيع الأدوار، وزي ما تفضل الأستاذ الكريم والأستاذ الكريمة برضو إنه إحنا نرسم الإطار العائلي. الأم لها دور، الأب، غياب الأب ودوره الفعال خاصة في زمننا اللي إحنا بنطلع وبنشتغل والأب دائما مشغول وما هو متواجد أثر كثير يعني كثير على هذه الظاهرة. الشيء الآخر إنه فهم
نفسية الطفل تبدأ هي بشيء طبيعي، إنه حب الاطلاع والاكتشاف. في حال إذا الأم ما كانت واعية وأعطت قيم ومبادئ، وزي ما تفضل الأستاذ الكريم العقوبات، إحنا ما بنقول إنه العقوبات لازم إنها تكون عنف أو يعني أو شيء يضر بنفسية الطفل، لكن أيضا أفتكر مقولة للدكتور إبراهيم الخليفي: لا تحرموا أبناءكم العقوبة، لأنها هي بتربي الطفل وبتخلي عين الأم عليها. وجود أيضا هذا يعني نقطة أنا حابة جدا إن أنوه ليها، وجود المربيات أدى يعني بشكل كبير، يعني من الحالات اللي أنا بشوفها مثلا بتجينا في العيادة، حالات كثيرة صار عندها مثلية بسبب السلوكيات الخاطئة. مثل ماذا يعني؟ إذا تكلمتي أستاذة نجلة بطريقة يعني أوضح، قلتي المربيات مثلاً تكون مثلاً خليني أقول لك إنه الطفل لما بيتواجد مع المربية في غرفة واحدة، والمربية هذه أصلاً ما هي، هي جاية مجرد كمساعدة للأم في أعمال المنزل، لكن هي ما هي متخصصة في عملية التربية ولا هي حريصة، فهي ممكن إنها هي تعمل عقدة أوديب للطفل، الأحضان يعني الغير لائقة، بعض التحبير يعني. يعتبر نوع من أنواع التحرش، تعليم الأطفال سلوكيات غير طبيعية. وأعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي يعني ما شاء الله تبارك الله بتعرض بعض المواقف للمربيات الغير لائقة يعني. طيب، مع الأطفال اسمحي لي أن أنتقل بالسؤال للأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني إنك تحدثت الأستاذة نجلة عن قضية العقوبات، يعني هي تحدثت على صعيد العقوبات داخل الأسرة، ما رأيك في العقوبات خارج يعني النطاق الأسري في الأماكن العامة، معاقبة من يخالف يعني قواعد السلوك العام، ليس فقط من مبدأ ديني إنما أيضا من مبدأ يعني خدش يعني الذوق العام؟ أنا أود أولا أن أشير إلى نقطة أشارت إليها الأخت نجلة، وهي نقطة جدا مهمة، التكون أو التراكم الأسري منذ سنوات البداية يعني، وسكوت الوالدين يعني مع الأسف الشديد الأب والأم هم أول من يبدأون في مشاهدة مخالفات ابنهم، لكن لماذا يسكتون؟ إذا كان أنا ابني يأتيني كل مساء أو كل صباح بشكل غير لائق، قصة مختلفة وبنطلون مختلف وحلقات في إذنه وسلسة في صدره، والآن وصلنا إلى الخلخال ولا أعوذ بالله من الشيطان، يعني كيف هذا الأب وكيف هذه الأم اللي هي أم مدرسة كيف تسكت على مثل هذه التربية وهذا السلوك؟ كيف وكيف استمر هذا السكوت؟ نعم، اسمح لي أستاذ محمد أن أخذ مداخلة هاتفية من الدكتورة نادية التميمي، وهي أخصائية الطب النفسي. مرحبا بك دكتورة نادية. إلى حين جاهزية الدكتورة نادية أعود لك أستاذة الهنوف. يعني رجعنا إلى قضية الأم والأب. نعم، أنا والله شوف أتقاسم معهم هذا السبب، هذه تحتاج دراسة واضحة ودقيقة في مسببات هذه السلوكيات المنحرفة أو اللي ما تناسب المبادئ العامة. ما نبي نثقل على الوالدين علما أن لهم الدور العظيم والكبير في المجال هذا أو في مجال التربية، هذا شيء ما نختلف عليه لا أنا والأساتذة ولا أنتي. دور الأم والأب ضروري، ولكن فيه هو فظيعة ثقافية ما بين الأبناء وما بين الوالدين، تلاحظينها الآن. صحيح، اللي هو هذه الثقافية اللي حاصلة عن طريق استخدام التواصل الاجتماعي وعن طريق، وأنا سبق ونوهتها في أكثر من مكان في أكثر من مجال، لجان التنمية المسؤولة في كل حي مفترض يكون لها الدور الكبير في إقامة دورات في توعية الأم والأب في مثل هذه الأمور التكنولوجية، توعية الوالدين فيها، لأن الأولاد يستقون أكثر ما يستقون من العالم الخارجي بين قوسين وسائل التواصل الاجتماعي أو التكنولوجية. إضافة لهالشيء جماعة الرفاق، الطفل في سن المراهقة من وين يكتسب خبراته؟ دكتورة طرف أنت عارفة يكتسبها من جماعة الرفاق، خلاص يبدأ يتخلى عن الوالدين، الوالدين تأثيرهم العظيم والكبير اللي يحس الطفل إن عنده هرمين في البيت في الطفولة، يكون الطفل كسفنجة معاهم يستقي منهم كل المبادئ، المرحلة هذه يكون التركيز عليه بشكل عالي. بعد هذا يقول لك إذا كبر ولدك خوي يعني مرحلة المراهقة يبدأ الطفل المراهق يحتاج مرافقة أكثر من أنها فرض أو جبر أو توجيه لمجرد التوجيه، لا يحتاج حوار، إقناع، تقرب منه، تعرفين إيش اهتماماته المراهق، إيش اهتماماته. بعض المرات يجيك طفل أو مراهق اهتمامه كرة قدم
ادخل معاه في هالمجال، يكون اهتمامه العاب بلاي ستيشن وتعرفتها تفتح افاق، ادخل معاه في نفس الاجواء، اعرف ايش خفاياها. جميل. نعود الان الى مداخلتنا الهاتفيه الدكتوره ناديه التميمي وهي اخصائيه الطب النفسي. مرحبا بك دكتوره ناديه. اهلا فيك، الله يحييك يا دكتوره طرفه وبضيفتك واخصائيه في علم النفس وش الطب النفسي. طيب دكتوره ناديه، يعني اكيد سمعتي جزء من حوارنا في الحلقه، لكن احنا النقطه الاساسيه والجوهريه في قضيه النواحي النفسيه، هل هي يعني ظاهره طبيعيه ام انها مرضيه، قضيه تقليد الجنسين لبعضهم؟ لا طبعا، اي شيء بيخرج عن الطبيعي والمألوف يعتبر انحراف عن السلوك المتعارف عليه او المتوقع. خليني هنا اضيف واذكر الاسباب النفسيه، واحنا طبعا زي ما شفتوا في الحياه الاجتماعيه العامه ابتدينا نلاحظ هذه الظاهره. اضيف الى ذلك انه احنا عم نشوفها الحين بالعيادات النفسيه عم يجوا بيترددوا سواء من الذكور او من الاناث اللي بيحاول كل منهم بيتشبه بالطرف الاخر. صحيح. فهذه عملنا طبعا مش احنا، يعني عم نحاول نركز عليها كمختصين في المجال النفسي على اسبابها وكيفيه التدخل العلاجي فيها. الحين الاسباب طبعا دراسات السابقه كانت في كثير دراسات حاولت تحصر الاسباب اللي بتخلي الولد او البنت يخرج عن الدور المألوف المتوقع له. خلينا نقول انه الدور الجنسي او اللي هو الدور اللي يمثل جنس الشخص سواء كانت بنت في الدور الانثوي او ولد في الدور الذكوري، هذه الادوار ادوار متعلمه، ما هي جيناتيكلي، ما هي مولوده. يعني اذا واحد ولد ذكر فهو متوقع انه حيتصرف زي بقيه الذكور، والبنت اذا ولدت انثى فهي نتوقع انه هي حتتصرف زي بقيه الاناث، لكن نعم. كيفيه التصرف لكل واحد منهم هذه عباره عن سلوكيات متعلمه. فخلينا نركز على موضوع حديثك اليوم اللي هم الاولاد اللي عم يتشبهوا ببعض التصرفات او بعض الملابس نعم. النسائيه او الانثويه اللي زي طبعا لباس الخلخال. نعم. وطبعا هذه الظاهره ممكن لها اسباب كثيره. خلينا نقول انه واحده من الاسباب اللي هي ممكن تكون فعلا مؤثره، احيانا ممكن يكون اذا ولد احنا عم نتكلم عليه بيكون الدور الرول موديل القدوه اللي بالنسبه له قدوه سيئه. نعم. طيب فبيكون مثلا الاب او الاخ الكبير او الصديق الكبير دور بيقوم بدور ممكن يكون قاسي، ممكن يكون شديد، ممكن يكون مؤذي، فبيصير الولد رافض انه هو يكون زي هذا النموذج. طيب نعم. وفي نفس الوقت ممكن يشوف من الاسباب الثانيه انه البنت مثلا بيكون لها مميزات او حظوه اكثر او مكانه اكثر او مثلا تنفذ رغباتها اكثر، فبيفهم انه قيامه بالدور الانثوي مثلا ممكن ليها مميزات افضل. اضيف الى ذلك انه الرول الموديل للذكوري قدامه ما هو الرول اللي هو، ما هو النموذج اللي يحب نعم. انه هو يكون عليه. يعني فتره المراهقه يعني قويه تكون دكتوره ناديه، قضيه القدوه يعني التاثير عليه، يعني يضعف دور الوالدين. كنا نتحدث قبل قليل عن دور الام دور الاب، كانه تضعف يعني ما عاد يشوفونهم قدوه. طبعا خاصة لما بتكون الأدوار اللي بيقوموا فيها الوالدين أدوار ما هي مرضية للمراهق. طبعا احنا ما حنركز المراهقة فجأة انه هو حيكتشف انه الأم والأب ما عادوا هم القدوة، هي بتبتدي من قبل، احنا بنقول عليها الطفولة المتأخرة أو الطفولة المتوسطة. نعم. هي عملية continuous، عملية مستمرة. طيب لما بيكونوا هذول الأم والأب ما بيمثلوا القدوة أو يكون في بيناتهم تماسك أو تفاهم أو علاقة قوية، فبيصبح الأطفال أو الأولاد الأبناء طيب يتجهوا إلى الخارج، وهم في مرحلة المراهقة لابد أنهم يتجهوا إلى الخارج. هنا بيكون في تحدي كثير للأباء بأنه يكون قوة تأثيرهم أو خلينا نقول قوة تماسكهم مع أبنائهم تكون قوية في مستوى قوة ارتباطها أو انتماء نعم. أبنائهم. لكن دكتورة نادي، يعني هل نستطيع أن نقول أن مثل هذا السلوك قد يكون طارئ في مثلا مرحلة المراهقة، أم أنه في حالات معينة قد يمتد الى مرحله اكبر؟ اي طبعا قد يمتد. قد يمتد طبعا كيفيه اي طبعا وبيعتمد على كيفيه التعامل معه طيب في مرحله المراهقه. نعم. حتى نقدر انه احنا نحتويه ونحد نقوم هذا السلوك، واذا كان عمليه الاحتواء والتقويم خاطئه فبالتالي ممكن هذا يمتد ويصير عليه تاثيرات تبعيه
بعد ذلك في عملية تكوين أسر بالنسبة صحيح. للأصمات. شكرا لك دكتورة نادية التميمي متخصصة في علم النفس، شكرا جزيلا على مداخلتك، يعطيك العافية دكتورة نادية. أعود لك أستاذ الهنوف، يعني الموضوع مخيف أنه قد يمتد من مرحلة المراهقة إلى أكبر، ممكن يؤثر عليه حتى في المستقبل يعني في تكوين أسرته لاحقا. تو بلغتك أنه في ثلاث مراحل لموضوع الجانب الفردي أو النفسي، خلينا نتكلم. أنا قلت لك قبل شوي اختلال الهوية الجنسية قد يكون هذا نوع من أنواع من علامات أنه يرتدي هالأمور. اختلال الهوية الجنسية هذا موضوع شائك، ومن الطفولة أنت أكيد مر عليك، من الطفولة يبدأ يبزغ معاه، سن 5 سنوات يبدأ تكون عنده الهوية الجنسية أنه ذكر أو أنثى. فلما تكون عنده مختلة أو ما يكون عنده المفهوم العالي عن موضوع ذكورتها إذا كان ذكر أو أنثى إذا كانت أنثى، فيستمر معاه خلل الهوية الجنسية إلى ما لا نهاية يعني، وهذا علاجه صعب ويحتاج أخصائي جدا محنك في هذا الموضوع. الشيء الثاني اللي يسمونه اللي هو الشذوذ الجنسي. الشذوذ الجنسي اللي هو مثلا يكون استجلاب، مثلا يكون عنده، أنا ما بيدخل بالتفاصيل يعني لأنه هذا الموضوع شوية شائك يحتاج يحتاج دقة أعلى. الشذوذ الجنسي يكون الشكليات ما هي واضحة بشكل كامل أو عام. خلال اختلال الهوية الجنسية ممكن يغير في شكله، ممكن حتى يعمل عمليات عشان يغير هويته الجنسية. الشذوذ الجنسي لا، يكون مقتنع بذاته انه هو اذا كان ذكر مقتنع انه ذكر، ولكن من في ذهنه هو احتياجه الجنسي مختلف. نعم فهمتيني؟ وضحت النقطة صحيح. هذه طيب انتقل بالسؤال لك استاذ محمد، يعني انت سمعت ما دار بيننا في الاستوديو ومع المداخله الهاتفيه مع الدكتوره ناديه، بلا شك ان لك تعقيب على ما ذكرنا، ويا حبذا لو تركز على نقطه الحلول. كنت تحدثت عن قضيه العقاب، العقاب داخل الاسره، تحدثت عن دور الاعلام والتوعيه وانه يجب ان يطرق بعض القضايا بلا حياء. تفضل. كذلك عندي نقطه مهمه اللي هو غياب الوازع الديني بداية من داخل الأسرة. نعم. هذه مسألة مهمة. إذا كان الأبوين يربيان هذا الولد أو هذه البنت تربية صحيحة بغض النظر عن الأشياء النفسية والسلوكية وعلم النفس على كتاب الله وسنة رسول الله، إذا كان الأب محافظ على الصلاة متوجه إلى المسجد كذلك ستجد الأبناء، وإذا كان الأب أساسا في غياب عن الأبناء وكذلك الأم فماذا تنتظر؟ نعم أستاذة نجلة، أعود لك تعقيبك على ما سمعتيه. طبعا الأساتذة الأفاضل يعني جزاهم الله خير، بس في نقطة جدا مهمة أضيفها الكلام الأستاذ، أنه علم النفس يدعم النقطة هذه بشكل قوي، بحيث أنه إحنا لازم نفهم أنه المفهوم الذاتي للإنسان سواء الطفل أو المراهق ما يتكون إلا عن طريق الأم والأب، فهم بيكونوا عنده بمعاني الكلمات القيم المبادئ وخاصة القيم الدينية. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يمصرانه، فأنا المسؤولة كأم أو كأب، أنا المسؤولة عن المفهوم الذاتي، إيش بيحصل في نفسية ابني من قيمه من عاداته حتى سلوكه سواء كان سوي أو حدث فيه اضطراب. طبعا بس أنا حابة أنه أقول لك أنه هي في بدايتها تبدأ كحب استطلاع ثم تتحول إلى اضطراب سواء في السلوك أو في الشخصية. بعد ذلك إذا لم يتم معالجتها وتعديل سلوك هذا السلوك الخاطئ هيبدأ إنه يحصل عندنا اضطراب نفسي في نفس النفس الإنسانية. نعم جميل. وهذا يحتاج لها يعني متخصص للعلاج. أيوة مراحل جدا طويلة ومتشعبة، فعلشان كده إنه نرجع من البداية زي ما تفضل الأستاذ إنه فعلا الأول حاجة إنه أنا أعزز في الطفل هويته. نعم. يعتز برجولته، تعتز بأنوثتها من بدايتها من وهي طفلة. نعم. اسمحي لي أن أنتقل بالسؤال الآن للأستاذة هنوف، يعني القضايا الدينية، قضية أيضا الثقافة والثقافة الأسرية، إحنا نشوف فيه فجوة، يمكن إحنا لو دخلنا في موضوع هذا نلقى نفور أكثر. الآن الجيل يبغى لغة جديدة، يبغى يعني طريقة جديدة للتعامل مع احتياجاته. صحيح. اكيد عندك راي في هذا أيوة الموضوع. ايوه بالضبط. انا والله وانا اسمع واشكرهم على هذه التنويه الواضح. احنا ترى عندنا الايديولوجيه والقاعده الاساسيه البناء المجتمعي حقنا، قيمنا ومبادئنا ما زالت وش منبعها؟
أنا أسألك فيما بعد يا أستاذة طرفة، دكتورة طرفة، من المجتمع نفسه أخذ من قيم الدينية، يعني إحنا لحنا بمجتمع مهزوز دينيا أو عندنا مشكلة في، بالعكس إحنا ما زلنا متربين على هذه القيم، وأبنائنا عندهم ترى هذه القيم، صحيح أنه صاروا بشكل زي ما قلت لك تو ما هي بيئة جاذبة بالنسبة لهم الجانب الديني. ليش؟ دور المساجد يعني كان أول له أعمق، لأنه كان يناسب احتياجاتهم واهتماماتهم، كانوا يعملون فيها يعني شغلات معينة تناسب الشباب، المحاضرات اللي تلقى تناسب ذهنية الأطفال والشباب، كانت في أمور تلمس احتياجات الشباب. الآن المساجد لازم تلمس احتياجاتهم، تخلق لغة متناسبة عشان تنقل الأفكار هذه من جد وجديد. موضوع الوازع الديني هذا جدا مهم، ولكن كيف أني أنا أنقل الأولادي بطريقة تناسبهم؟ إحنا الآن أولادنا يا مستمعين ومستمعات وجميع الضيوف السادة الضيوف مختلفين عن سابق الأوان، يعني أنه يأخذون المعلومات من الأم والأب، أو أنهم يأخذون المعلومات من مدرسة أو من، لا هي تكاتف جهود، وتكاتف الجهود هذه لازم تلمس اهتمامهم وطريقة يعني الأشياء اللي تجذبهم. الآن عيالنا وشبابنا وبناتنا اهتماماتهم صارت غيرنا، لما تجلسين تحاورينهم على الأقل في اليوم ساعة واحدة حتكتشفين آفاق مختلفة. صحيح. أستاذ محمد، آخر ما تود أن تضيفه في هذا الملف في أقل من دقيقة، تفضل. أركز على برضو التعليم، التعليم ما أود المدرس أو الأستاذ هذا أنه يقبل طالب يجي عنده كل يوم صباح بلبس مختلف وقصة مختلفة. العقوبات أود أن تكون هذه العقوبات من داخل المدرسة ومن خارج المدرسة. سكتنا مدة طويلة عن التعنيف الأسري حتى فاض، والآن نطالب بسن عقوبات للتعنيف الأسري. إذن نحن أيضا محتاجين إلى عقوبات تردع مثل هذه الظواهر التي بدأت تتفشى فيما بيننا. نعم، جميل. أستاذة نجلة، آخر ما تودين أن تضيفينه في هذه الحلقة؟ حابة أنه شيء جدا مهم الاحتواء والحب بحزم. علينا أنه إحنا نحتوي هذه الفئة من الشباب بفكرهم المختلف، بالتكنولوجيا اللي طالع، أوكي ما يمنع، لكن نحبكم بقواعد معينة ضمن إطار معين، نتقبلكم نحبكم، لكن في حال حدوث أي اضطراب لازم نجلس، لازم نتحاور، لازم ننصت لهم، يعني نحاول انه احنا وهم نغير من نفسنا حتى احنا محتاجين. نعم. استاذة الهنوف، انتقل لك. كنا نتحدث عن قضية مل يعني حياة المراهقين مثلا يعني بقيم معينة ثقافية عن طريق الترابط في الأسرة. قضية أخرى تنشط في الإجازات يعني الفراغ. بشوف أن الفراغ أحيانا مشكلة، وسائل الترفيه المتاحة الآن ما عاد صارت تلبي الغرض. هل رأيك أن لازم نخلق لهم نشاطات معينة مع الرفقاء، مثل المخيمات الصيفية، رأيك فيها؟ إذا بتكلم عن الوالدين والالتصاق فيهم هم بعثة للملل صراحة. هذه هي. فأنا بقول لك شغلة، يمكن أولادنا أو شبابنا ومراهقين وأيضا بناتنا، ما بيكون مجحفة، ولكن في ظلم على مستواهم. هذه الفئة يحتاجون أكثر تركيز، يحتاجون المسؤولين يلمسون احتياجاتهم، طريقة الأمور اللي تجذبهم، الأمور اللي تناسبهم. الآن أولادنا ما عاد يبغون التلقين، يبغون المشاركة، يبغون طرح الآراء. كل واحد منهم صار ما شاء الله له شخصية مستقلة وله آراء وله فكر وله انفتاح خاص. يعني أولادنا الآن مميزين، واهتماماتهم ومعلوماتهم أوسع الآن، يعرفون ما شاء الله أمور كثيرة، لغتهم أحسن منا، أمورهم في التواصل الاجتماعي هم يعلمونا، يعني عندهم ذكاء وعندهم قدرة على يعني أنه يكون له مجالها الخاص. بس أنت يعني حاولي تكتشفين الطفل اللي عندك أو المراهق أو الشاب إيش اهتمامه، ووجهي لهذا الشيء. في المجتمع ما راح نلقى انفتاح يعني أو تلبية لاحتياجاتهم بشكل كافي ووافي، أمانة هم مظلومين حقيقة يعني. جميل، احنا وصلنا الى ختام هذا الملف. اشكرك جزيل الشكر الاستاذه نجله ساعاتي، مستشاره نفسيه ومدربه، كنت معنا من جده، شكرا جزيلا لك. ايضا شكرا لك الاستاذ محمد البدري، كنت معنا من جازان، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافيه. الشكر في شيء تبغين فينا؟ انا والله سريعا سريع، انا صراحه متفائله ان شاء الله ان هذه الظاهره ما راح تكون بشكل كبير أو تكون مشكل على مستوى المجتمع، والحمد لله هذا البرنامج وهذه
هذا الموضوع اللي اخترتوه دلالة أنه الإعلام نشط في هذا الموضوع، ووسائل التواصل الاجتماعي ما يحتاج يعني شابين في هذا الموضوع، فإن شاء الله متفائل أنه ما راح يكون بشكل كبير أو خطير في المجتمع. لا بس أنها يعني أخيرا تشوفين أن الموضوع فعلا مقزز ولا أنه تقليد والمفروض المشي لا الموضوع؟ لا هي مسألة وحتعدي إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله ما راح تطول. شكرا لك يا أستاذة الهنوف الحقيل، باحثة اجتماعية ومستشارة أسرية، يعطيك العافية. حياك الله سعيد.